别闹！ مع فقرة القائمة المستقلة مع منسق القائمة المستقلة في كلية الأداب الأخ أحمد غلوم حياك الله أحمد الله يحييك كيف حالك؟ خير ربي. شرفتنا بقبول الدعوة ونتمنى تكون صدرك رحب في قبول الأسئلة في هذا اللقاء أحمد كونك ممثل القائمة المستقلة وكونك منسق في القائمة المستقلة نبدأ حديثنا ماذا قدمت القائمة المستقلة كونها بعيدة عن الرابطة للطالب القائمة المستغلة طبعا قدمت العديد من الكتب وقامت دورات لمادة الإحصاء لمساعدة الطلبة في اختباراتهم بالمنتصف الفصل والفاينل وأيضا قامت بوضع تلاخيص لبعض المواد في تصوير تصوير الآداب وأيضا تم توزيع مراجعات لاختبار القدرات لطلبة الفرنسي وقدمنا العديد من الكتب ومن من هذه الكتب كتب زيادة شعب دراسية وأيضا زيادة المواقف لطلبة وطالبات كلية الآداب أو أن تتكفل الجامعة بدفع مخالفات طلبة وطالبات كلية الآداب وقمنا أيضا بتقديم كتاب لفتح بإعادة فتح الكافيتيريا الذي أغلقت في الكورس السابق زين أخوي أحمد السؤال هذا يعاد مرارا وتكرارا ان نسال السؤال هذا نجد لقطة الجواب دورة احصاء من قبلكم او من قبل قائمة التعالف كونها ماسكة الرابطة او العيد الوطني ماكو ما شيء جديد يعني هل هذه قاية تكرسها في الطالب انك بس دورة احصاء نشاط عيد وطني ماكو شيء جديد اذا بنتكلم عن القائمة المستغلة فاحنا صار لنا ست سنين بعيدين عن الرابطة او الجمعية حاليا ولا نستطيع الا ان نقدم الكتب واقامة الدورات واحتفالية العيد الوطني اما التآلف الطلابي فهم القائمه التي ماسكه الرابطه او الجمعيه حاليا فهي التي تستطيع ان تقدم الكثير للطلبه ومساعدتهم ولكن لم نرى منهم اي شيء يفيد الطالب الجامعي. زين اخوي احمد كونكم بعيدين عن الرابطه وعن الجمعيه في الاونه الاخيره او من سنوات عديده ماذا قدمت القائمه المستقله حول مشكله قله الشعب وقله المواد؟ قامت القائمه المستغله في كليه الاداب بعده حملات تواقيع لفتح شعب وزياده المقاعد في الشعب الدراسيه وتم الموافق عليها من من قبل العماده على بعض هذه المواد والبعض الاخر نرى التعسف من الاداره الجامعيه. زين اخوي احمد طلبه الاعلام في كليه الاداب دائما يدندنون بلغه التذمر بمعنى ان انا كطالب اروح للشويخ اروح لكليه ثانيه عشان اخذ الماده. شنو دوركم انتم مستقله في ربط قسم الإعلام في كلية الآداب. نعم أه طالبة الغايمة المستقلة عندما كانت أه تمتلك الجمعية ببناء مبنى جديد وحالياً أه قاموا ببناء هذا المبنى وسوف يتم نقل قسم الإعلام من شويخ إلى كيفان. في الآونة الأخيرة الطلب هذا أخوي أحمد؟ لا طلب تقريباً 2004. 2004. اي نعم. زين أخوي أحمد. أه نجد لغه اشتراكيه ما بين كليه التربيه وكليه الاداب مما يجعل قله المواد وقله الشعب متوفر. اه ليش ما طلبتوا انتم بفصل كليه التربيه عن كليه الاداب؟ خصوصا بالمواد المشتركه في اللغه العربيه، التاريخ، الانجليزي الى اه طبعا قائمه القائمه المستغله بعده مطالبات لفصل بين كليه التربيه وكليه الاداب ولكن لم نرى من الاداره الجامعيه اي تحرك جاد لهذا الموضوع. نواصل فقرة القائمة المستقلة ومع مرشح في القائمة المستقلة وهو أيضا منشق من قائمة التآلف. باسمي واسمكم نرحب بالأخ عمر الظفيري. يا هلا بك حياك الله يا عمر. بخير الله يسلمك. عمر. عمر كونك منشق من قائمة التآلف والآن نشاهد عاصفة الانشقاقات في قائمة التآلف إلى القائمة المستقلة. لماذا أقلب المشقّين من قائمة التآلف يذهب إلى القائمة المستقلة دون غيرها يعني؟ في البدايه احب ارحب فيك ولان القائمه المستغله تجمع جميع اطياف المجتمع الكويتي وانا من دخلت القائمه المستغله ما شفت يعني الامور اللي كانت في قائمه التالف الطلابي لا توجد القبليه ولا الطائفيه ولا الامور هذه مجتمع كويتي وشباب الكويتيين وودنا نعمل لمصلحه الطلبه ما في لمصلحه فلان وفلان ما في مصالح مصالح تخصية. شخصيه بغض النظر يعني عن أن يعني انت طلعت من التالف لبحث عن او للبحث عن مصلحه شخصيه. مو غير صحيح. والدليل؟ والدليل ان انا ذاهب للقائمه المستقله ولا اعلم شنو المنصب اللي انا مقبل عليه. زين اخوي عمر هل يوجد تدخلات خارجيه على القائمه المستقله؟ لا يوجد وهذا اللي شجعني اني اذهب للقائمه المستقله. بس الاخوان في القائمه الائتلافيه دائما يدندنون ان غرفه التجاره تتحكم في القائمه المستقله. ما هو رايك؟ أنا للأسف ما أعرف شنو يعني غرفة التجارة أنا طالب كلية الأداب عملت في قامة التعرف الطلابي كمرشح قادم مثل ما أنتم تدعون أن الأخوان الفكر القامة التلافية مسير من الأخوان فأكيد القامة المستقلة يقولون أنهم مسيرون من غرفة التجارة فهل هذا رأيك أنت؟ تتفق ف... معه أو تختلف؟ أه... بالنسبه لقامة التالف تدخلات خارجيه اثبتوها هم شخصيا يعني ان كل كل يعني ما يجي المرشح او يسال المرشح المسؤول عنه في قامة التالف الطلابي يقول لك انا ما بيدي شيء فانا الى الان ما ادري بيد منه الشيء في قامة التالف الطلابي بس لما ذهبت للقائمه المستغله الامور كلها واضحه وللطالب ومعروف منه منسق يعني ومعروف. اخوي عمر قامه التالف مسيره مش مخيره برايي الشخصي نعم والدليل أه هنالك مكتب تنفيذي واشراف يدير هذه القائمه وعمل المنسق أه السؤال يوجه له زين اخوي عمر في ظل عاصفه الانشقاقات التي تحدث من قبل أه التالف الطلابي للقائمه المستقله هل برايك ستحصد القائمه المستقله مقاعد الرابطه في العام القادم. ارجو ذلك واتمنى للقائمه المستقله التوفيق وان يكسبون ثقه الطلبه والطالبات ليحصدون هذه الكراسي اللي هم اولى فيها لان ست سنوات اعتقد كافيه لقائمه التالف الطلابي ما شفنا شيء وما تقدم اي شيء للطالب و باذن الله ست سنوات وكفى قائمه التالف الطلابي. ماذا يتمنى عمر كونه طالب في كليه الاداب؟ اتمنى بالطبع كان يعني طالب في كليه في كليه الاداب كل ما يتمناه كل طالب مصافط شعب يعني اماكن نقدر نقعد فيها براحة كطلاب جامعه جامعه الكويت واتمنى الفوز يعني مو القامة المستقله او القامة تعرف الطلابي اتمنى الفوز والنجاح لمن يتمنى او يريد خدمه الطلبه. طبعا بنهايه اللقاء اخوي عمر اشكرك على تلبيه هذه الدعوه واتمنى لكم التوفيق في عملكم النقابي وكل ما خير منك. شكرا لك وكل ما خير يمكن قلتها انا في الحوار هي ست سنوات وكيف لغام التالف الطلاب. ترقبونا في لقاءات اخرى في قادم الايام مع اخيكم عياد الشمري الى الملتقى.